مش عارف ايه المنطق اللي هيطلع يتكلم بيه عدلي القيعي او ابراهيم المنيسي او اي حاجه يحاولوا يقنعوا بيها جمهور الاهلي على اللي حصل مع احمد فتحي، سوى ان هو لعبه سيئه من اداره الاهلي والمستشار تركي الشيخ. تركي الشيخ اللي بينزل صوره وبعد كده يقول لك اتعاقد مع حد هنشوفه وحاسب الهوية. طب انت بتطلع تقول كل ده في الاخر، مش عايز الناس تصدق فعلا انك اتكلمت مع اداره بيراميدز وطلبت منهم ان انت ان هم ما يكملوش تعاقد مع فتحي؟ والمصيبه الكبرى انك فاهم ان انت ترد جمهور الاهلي بكده. يا عم جمهور الاهلي عنده مشكله ايديولوجيه معاك، جمهور الاهلي مش متقبل اساسا فكره ان حد يجي من بره يتحكم في الامور كلها. مش احنا مواقفك او مش مواقفك، احنا مش متقبلين الفكره اطلاقا. احنا في واحد كان عمال يسوحنا ويقول لنا في حاجه اسمها مبادئ الاهلي مش مبادئ الاهلي، هو جه هرس ام المبادئ دي وفي الاخر طلع دلوقتي هيبلع للناس فكره ان هو انا مش عايز فتحي. فتحي اتنط عليا، هو خلاص راجع لي بعد ما الزمن خلي بيه، الزمن اللي هو بحاول ان انا اثبت ان انا قوي وبعتمد بصديق اللي هو يا ريتك حتى انت اللي قوي، ده انت اللي رحت جبت تركي. عارفك والله هتقول لي يا اسلام مالك زعلان ليه، هو انت كنت هتنصر في العقد مع فتحي؟ هقول لك لا والله ابدا، بس انا بكلمك على حاجه معينه. ما ينفعش انك تتدخل في قطع عيش لاعب او تتدخل في عدم اتمام تعاقد مع لاعب علشان خاطر تثبت للجمهور ان انا شخص طيب وكيوت وبحب جمهور الاهلي واهم حاجه بالنسبه لي جمهور الاهلي، وهجيب لعيب اكبر من فتحي وانا فتحي ده انا هذلهم لكم. لا مش كده خالص، الموضوع ما بيمشيش كده. يخرب بيت ابو الاحتراف اللي انتوا فاهمينه، الموضوع مش كده خالص والله. الكوره مش كده تحديدا. لا مش عايز العب عندك، هتقول لي لاوع وما لاوعش. طبيعي انك في اي حاله تجديد بتدور على الفلوس اللي جايه لك اكتر، الفلوس اللي جايه لك اكتر من ناديك، من نادي منافس، من اي حته بتدور على اي فلوس جايه لك اكتر، خصوصا انك لاعب 36 سنه. وقلت الحته دي 7000 مره وهقولها لك للمره 7000 واحد، مش زي ما احمد فتحي انه لما كبر وصل 36 سنه ما لقاش ليه بديل. بس خلاص مش ده المهم، المهم ان فتحي اتمرد علينا وكان عايز يروح بيراميدز. هوب بيراميدز اكتشف ان هو عنده 36 سنه، على اساس ان هم لما فاوضوه كان عنده 24 سنه، وبعد كده فتحي ضحك عليهم وضرب 11 سنه زياده. فاللي هو في حاجه تضحك، وفتحي كان مخلص مع موضوع ايه ده هو وشريف اكرامي مع بعض، ففجاه كده يقول لك مش عايزين تمن التعاقد. بناء على ايه؟ بناء مثلا على ظروف الكورونا؟ طب ما انت عارف الموضوع من اوله وعارف ان احنا في وباء وهتروح تعاقد مع اللعيبه وهتدي لهم فلوسهم. سيبك من الاحتراف في اوروبا وان اوروبا بيطبقوا 70% 70% على اللعيبه وخصم ومش خصم، احنا عندنا في مصر زي ما قلت لك قبل كده اهم حاجه ان انت تظبط اللعيبه، مش مهم ان انت تدي مرتبات لاي حد، وممكن تمشي الناس كلها وتخلي اللعيبه هي اللي موجوده. ده القاعده اللي ثابته في مصر. فهتقولي بقى موضوع لعيبه وموضوع بلا بلا بلا، هو الموضوع تدخل شخصي. واحد اتصل بواحد كان شغال عنده قبل كده اللي هو سالم الشمسي اللي كان نائب رئيس تركي الشيخ، اتكلم معاه قال له الموضوع واحد اتنين تلاته خلاص خلصان عم تركي، الموضوع خلاص مش عايز فتحي يمضي، خلاص الموضوع بالنسبه لنا زي الفل. هو بقى يطلع يتمنظر والخطيب يطلع منظر وفتحي يرجع لهم عايز اجدد ويقول له لا شكرا مش عايزين، وادي ده اخره اللاعب اللي اتنطط على اداره الاهلي. با 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 الخطيب خد اللقطه، بس مش ده المهم. المهم بقى فتحي هيعمل اخر سنتين، مش مهم هو اللي اتنطط وطمع وهو اللي ما رضيش. يا جماعه ده مش احتراف، ده مش احتراف، ده وساخه، ده وساخه. اللي انتوا بتعملوه مع الناس ده مش احتراف خالص، اللي انتوا بتعملوه مع الناس ده منظره وان انا عايز اخد اللقطه على حسابهم. فده بصراحه ربنا حاجه تخليك ان انت تستحقر الاداره دي اكتر ما انت شايفها فاشله. يعني تخيل كمان هي اداره فاشله واداره حقيره تتعامل باساليب ملتويه مع اللعيبه، فالموضوع خلاص كده عدى الفلنكات وعدى المراحل. فحاجات تمها تقيل. وفتحي برضو يعني فتحي منزل امبارح ستوري على مشجع بيقول له ما تمشيش يا فتحي واقعد معانا. يعني انت برضو كنت مستني يابا، انت لسه شايف الرساله دي امبارح؟ ما تفتوناش بقى كلكم يا جماعه. مش معنى ان الكره العالميه وقفت ان احنا نقعد نستحمل ام الهبل ده، غير ابو المعطي زكي اللي عمال يتكلم على صفقات ما فيش اي حد فاهم الصفقات دي بناء على ايه. اللي هو ريني فايلر قعد مع الخطيب، يا حبيب قلبي هو في حد عارف اساسا النشاط الرياضي هيرجع في مصر امتى؟ ولا في حد عارف اساسا هنخلص من موضوع الوباء ده امتى؟ بس هو اهم حاجه يطلع لايفات 30 و40 دقيقه علشان خاطر الارباح بتاع اليوتيوب تكتر بس. ومش مهم هو بيقول ايه، بيخش لك في قصه ويجيب قصه تاني وقصص ثالثه وقصص رابعه، والمهم ان الناس تصدق. هو بقى يطلع يتكلم ان تركي الشيخ اتصرف باسلوب غير لائق، لا مش هيقدر، اتحداك هو مش هيقدر. الراجل اهم حاجه بالنسبه له المستشار تركي الشيخ تعامل باسلوب راقي، المستشار تركي عمله معاه. لا احنا كنا بندافع عن الراجل في الفتره اللي الراجل كيف فيها كنا شايفينه مظلوم، انما دلوقتي الراجل شايفين ان هو بيستكبر حرفيا. يعني الراجل وصل لمرحله غير طبيعيه. هل دلوقتي الناس اللي كانت بتقول ان هو كان واقف ضد الاهلي في التعاقد مع جوميز في السعوديه وهو راح جاب له عقد في السعوديه ونفس الناس اللي كانت بتعترف بنفوذ تركي الشيخ ايام فتره خلافه مع الخطيب هتعترف برضه بنفوذ تركي الشيخ ان هو تدخل في موضوع بيراميدز، ولا عشان الموضوع هنا مع الخطيب والموضوع هنا كان ضد الخطيب؟ هي ازدواجيه وهي كلها حاجات بنت لذينه. انا بشجع الاهلي من 2002، بس مع اداره الخطيب الحاليه الموضوع بقى اوفر يا جماعه. اداره الاهلي الحاليه خرقت كل القانون وخرقت كل حاجه.
اللاعب اللي انا مش عايزك تدد له كبير في السن، ممكن اخليك تعتزل عادي، واهم حاجه بالنسبه لي ان انت تعتزل وما تكملش بعيد عني، علشان خاطر لو كملت بعيد عني يبقى شكلي وحش، لو رحت تعاقدت مع الزمالك الموضوع يبقى صعب. وكابتن حسام عاشور برضه، يعني هو حسام عاشور طبيعي ان هو يطلع يتكلم ويقول يا جماعه انا ممكن اجدد، والحاجات دي لعيب معروف اللعيبه بتعملها على الانديه عشان خاطر تجدد في الانديه بتاعتها. يعني مثلا حازم امام من فتره كده كان بيقول انا بيفاوضني وانا اجدد في الزمالك، حب في الزمالك ده معروف، كلمتين بيبيعوهم للاداره عشان خاطر اللعيبه تجدد في الانديه اللي هي فيها. لكن حاليا ما فيش اهتمام اساسا من نادي الزمالك بتعاقد مع حسام عاشور، ولا تعاقد من فتحي ولا مرتضى منصور جابهم. اعتقد ان هي كلها في انسانيه منه ولا اكتر، ان هو فنيا مش محتاج الاثنين، وفنيا الزمالك مش محتاج ناس تزود الطينه بله عندهم، لان الناس دي كبرت. عاشور 34 فتحي 36، الا بصراحه هتكون لقطه انسانيه علشان خاطر كله عايز يكبرهم على حته معينه. الاهلي وتركي الشيخ عايزين يكبروا عاشور على ان هو يعتزل، وهندي لك فلوس او هنكيمك اي حاجه انت عايزها، وعايزين يكبروا احمد فتحي على ان انت مش هتلعب كوره تاني بعد ما اتنططت على الاهلي، وان احنا شايفين ان ده الرجوله وان ده القوه وان ده اللي بيثبت ان احنا اداره قويه جدا، والناس هتنسانا كل مواقفنا الفاشله وهتركز في الموقف ده. فبصراحه كلامي للناس اللي هي بتصدق كل الكلام بتاع الاداره، ربنا يكون في عونك على دماغك اللي انت مستحملها، وربنا يكون في عونك على كل اللي انت بتحاول تبرره لنفسك على الناس دي بتعمل حاجات صح. وبحاول افهم الناس اللي هم وجهه نظرنا شبه بعض، يا جماعه الموضوع كبير جدا، الموضوع وصل لمرحله ان هم بيحاولوا يتحكموا بارزاق اللعيبه، اللي هو مش كفايه ان انتوا علتوا السوق والماركتنج وبتدوا لعيبه في مصر فلوس مبالغ فيها وفلوس لا يستحقوا ان هم ياخدوا ربعها، لا ده انتوا كمان بقيتوا دلوقتي لعيب اللي احنا مش عايزين نجدد معاه، مش هندي له فلوس خالص، وهنقعدك في البيت غصب عنك، ووريني بقى تتصرف ازاي، ولا خليك تعرف تطلعوا علاقات تركي الشيخ في السعوديه وعلاقات تركي في الامارات، وريني بقى تكمل اخر سنتين بالنسبه لك في الكوره عامله ازاي. ده مش دي مش كوره خالص، دي قلتها لك 7000 مره دي وساخه. عارف ان الفيديو مش عاجبك، وانا ما منيش ان الفيديو يعجبك، انا بقول وجهه نظري، وجهه نظري اللي انا مقتنع بيها في الفتره دي وفي التعاملات في المواقف دي. ولو عايز تعمل لايك اعمل، مش عايز تعمل لايك براحتك، عايز تشترك في القناه براحتك، مش عايز تشترك برضه براحتك.